وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. الأهلي يحدد صفقات الشتاء ويفاضل بين السعيد والشحات. الأخبار، طاقم تحكيم مصري لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري. الوفد الخطيب يجتمع مع البدري وعبد الحفيظ لحسم صفقات الأهلي والراحلين. المصري اليوم، مران استثنائي للاعبي الأهلي للمشاركة في لقاء الأسيوطي. الشروق، الأهلي يطلب تأجيل السوبر 24 ساعة. اليوم السابع، محمود الخطيب يحضر جنازة لاعبة يد الأهلي. الوطن سبورت، سعد سمير يغيب 10 أيام ونجيب يعود للدفاع أمام المقصة. فيتو، علي معلول يؤدي تدريبات إضافية عقب مران الأهلي الصباحي. في الجول، الأهلي طالبنا تأخير السوبر من أجل تكافؤ الفرص. الأهلي دوت كوم، لأول مرة ولمدة ساعة محمود الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي. وقبل ختام نشرتنا، مع فقرة زي النهاردة. 8 ديسمبر 2001، الأهلي يتعادل مع سان داونز الجنوب أفريقي على ملعبه بهدف لكل فريق في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ليعود الأهلي ويفوز في القاهرة بثلاثية خالد بيبو ويتوج بطلا لأفريقيا. زي النهاردة 8 ديسمبر 2016، الأهلي يفوز على سموحة بهدف نظيف في الأسبوع 14 من بطولة الدوري الممتاز. أقيمت المباراة على استاد السلام، وأحرز هدف الأهلي سعد سمير في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة مساء من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.